كفافات كل يوم من الاثنين الجمعة من 7 للـ10 متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا من جديد مواصلين معاكم. خلينا نعمل جولة في مختلف الصحف التونسية. تقريبا الكل رجع على كلام رئيس الجمهورية في أحياء ذكرى عيد الجلاء في بنزرت البارح. رئيس الجمهورية في الشروق اللي عادت رجعت على اللي قالوا قال لن ننسى شهدائنا وسنواصل معركة البناء في جريدة الصباح اللي رجعوا على الجولة واللي استمع إلى مشاغل المواطنين وتطلعاتهم. رئيس الجمهورية يشرف على أحياء ذكرى 61 لعيد الجلاء. بالنسبة إلى جريدة الصحافة اللي هبطت صورة من نشاط البارح وقالت رئيس الجمهورية لدى إشرافه ببنزرت على موكب أحياء الذكرى 61 لعيد الجلاء وستظل تونس حرة مستقلة أبد الدهر. رئيس الجمهورية لدى لقاء وزير الخارجية وبعد شوية نرجع له، ولكن نشوفوا جريدة المغرب اللي هبطت أيضا صورة أخرى تزامنا مع ذكرى 61 للجلاء. السلطة تعدل خطابها بين استحضار رمزية الذكرى والدعوة إلى الوحدة الوطنية. هذا تقريبا اللي رجعت عليه جريدة المغرب. وني حسن العيادي اللي هو اللي قال السلطة تعدل خطابها ورجع ويقول أنه حرصة السلطة هذه السنة على أن توظف كل طاقاتها لإبراز الذكرى ودلالاتها السياسية في سياقها وسياق الراهن. فاستحضرت الفعاليات هذه المرة احتفالات أجهزة الدولة بمناسبة الذكرى خلال نظامي الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة وزين عابدين بن علي، والتي كانت تتجاوز الاحتفاء البروتوكولي لتكون من اللحظات السياسية المشبعة برمزيات دولة الاستقلال الحديثة مع لحظة الاستقلال وإعلان الجمهورية. رمزيات يقول حسن العيادي أعادت السلطة التونسية خلال احتفالها بالذكرى 61 استعارتها من الماضي لتشكيل مشهدية سياسية جديدة لرئيس الجمهورية في عهده الثانية لتحقيق استقرار سياسي واجتماعي يشجع على الاستثمار وخلق الثروة لتحقيق منجز اقتصادي يرسخ مشروعه السياسي في إعادة تشكيل نظام الحكم دون إسقاط عنصر الخطاب الأساسي للمشروع وهو استكمال التحرير وبناء الدولة. بالنسبة إلى دنيا حفصة الصفحة الرابعة اللي رجعت على أحياء تونس البارح 15 أكتوبر ذكرى 61 عيد الجلاء، ويلي كتبت وقالت أنه بين استحضار رمزية الذكرى والدعوة إلى الوحدة والتآزر واستلهام العبر. هذه تقريبا الحدث السياسي الأبرز، ومن بين المواضيع الأخرى المطروحة الحقيقة باش نرجع بكم إلى جريدة الصباح اللي هبطت انكيت وخدمت على ظاهرة قاعدين نراو فيها بالكبير في الشوارع التونسية. هوني توزيع أدوار، ابتزاز عاطفي، أشكال تحيل جديدة. معناها اليوم خليك تتعدى مثلا قدام كلينيك تلقى مثلا راجل ومرأة ولا راجل وليد ولا بنية ولا طفل صغير، ثم دوسي ميديكال في يدهم ويتسولون بالبكاء. والحقيقة نتمنى لو كان نحطو لهم دي كاميرا ونعملو لهم اون ميزان سين ونحطوهم ويجيبهم متر اون سين باهي مخرج باهي وتشوف بالضبط البوتنسيال نتاع التمثيل اللي عندهم. التسول اللي يتحول الى مهنة اليوم في تونس ودخل البعض اللي يتجاوزوا 150 دينار يوميا، هذا من باب الواطي روا كي نقولوا راهو 150 دينار يوميا، هذا من باب الواطي. المشكل انه نلقاو اطفال هو معناها اطفال موجودين في وسطهم. انا ادعو الناس وانه يجب تبليغ الامن عليهم وتشد صحيح، لانه هذاك اجرام في حق الطفوله. وعصابات قاعده تكثر يوميا وعلى قارعه الطريق، وهوني السلطات اللي لازم تتدخل للحد مثل هذه الظواهر. حماية الطفولة اللي تتدخل أحيانا بشكل حمائي وليس عقابي أصعب حالات تسول الأطفال الذين تدفعهم رغبتهم الذاتية. مندوب حماية الطفولة اللي حكاها هذايا في جريدة الصباح لليوم رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان رضا كرويدة اللي يقول عدد المتسولين اللي تجاوز 5000 منهم 15% فقط من المحتجين. التسول أصبح ظاهرة ملفتة في عديد الولايات، منها بسوسة معناها استمالة العواطفهم بالإعاقة لابتزاز المرأة والتحيل عليهم. راو فما عندهم طريقة كيفاش ينجم يطوع بدنه
للإعاقة ومن بعد نكون مثلا شاف أي حاجة تك يقف نورمال ويمشي ما عنده حتى مشكل. المتسولون الأغنياء ظاهرة جديدة واستخدام للفضاءات الافتراضية. برا وشوفوا ولا ما تشوفوش مخير معناها التسول في التيك توك راهو شيء دوخ والله العظيم شيء باهت. بربي دعوة لصغيراتكم ردوا بالكم من هالتيك توك ومن مواقع التواصل الاجتماعي إنه خطر داهم وراه سيخل بكل القيم الموجودة داخل المجتمع. على كل نواصل بعد الأخبار.